ينضم إلينا الآن من بيروت مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر. دكتور سامي أهلا بك معنا. إذا نبرة تفاؤل حذرة جدا واقعية لحد ما من الجانب الأمريكي مقابل تصريحات ربما تتسم أيضا بنبرة إيجابية بعض الشيء من الجانب الإيراني، هل فعلا الآن باتت الأجواء ملائمة لإحراز تقدم في ملف النووي الإيراني خاصة مع مفاوضات فيينا؟ أعتقد الشيء الإيجابي الأساسي هو أن الطرفين جلسا على طاولة المفاوضات حتى لو لم يجلسا على نفس طاولة المفاوضات، ولكن تبقى المواقف التفاوضية ما زالت متباعدة. الطرف الإيراني يصر على فصل المسارات، لا يريد التحدث أو المفاوضة بأي شيء آخر سوى النووي، بينما الطرف الأمريكي يحاول الوصول إلى اتفاق مكمل، أن يضع على الطاولة مسائل أخرى كما أشرتم في التقرير، مسألة أنشطة إيران في الإقليم، مسألة الصواريخ الباليستية. الإدارة الأمريكية نعم تحاول البناء على إيجابية الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولكن يبقى شيء أساسي هو أن العمق الأمريكي، العمق السياسي كان ديمقراطيا وجمهوريا، ورأينا ذلك داخل الكونغرس الأمريكي، يشدد على مسألة الاتفاق المكمل، على مسألة تمديد مدة هذا الاتفاق. لذلك يعني في العمق في المضمون ما زالت المواقف جدا متباعدة. هذا يعني دكتور سامي أن التوصل إلى اتفاق قد يستغرق وقتا طويلا، علما أن الشيء الإيجابي الوحيد قد أقول هو أنهم بدأوا عملية التفاوض. جميل. طيب ربما نجاح المفاوضات في هذه المرحلة الآن بماذا مرهون دكتور سامي؟ هل مرهون بتنازلات على سبيل المثال، ومن أي طرف؟ هل من الطرف الإيراني الذي كان يطالب ويتحدث عن رفع كل العقوبات، أو ربما من الجانب الأمريكي وهناك حديث بأن واشنطن ستواصل الضغط على طهران لوقف أنشطتها عن طريق العقوبات؟ هذا سؤال مهم جدا. أنا أعتقد أن هنالك بعد داخلي لابد من أخذه بعين الاعتبار، خاصة أن إيران مقبلة على انتخابات، لذلك أرى مستبعدا أن يصار إلى اتفاق قبل الانتخابات الإيرانية. أما العامل الثاني، أعتقد أن الطابة بشكل أساسي هي اليوم في الملعب الإيراني. نعم يجب أن تقابلها خطوات من الطرف الآخر، لذلك أمريكا تقول نريد يبدأ المسار خطوة خطوة، أي تتنازل تعود تتراجع عن شيء متعلق بالتزاماتكم في الاتفاق النووي، وبالمقابل نرفع تدريجيا العقوبات. هذا ما لم تقبله بعد إيران حتى الساعة، ولكن مجرد وجودها على طاولة المفاوضات هو بحد نفسه تنازل. وللإجابة بشكل مباشر على السؤال الذي تفضلت به، أعتقد العوامل الأساسية هي عوامل داخلية، ومن ثم هنالك تنازلات متبادلة، ولكن الخطوة الأولى لابد أن تكون من الطرف الإيراني. لماذا؟ لأن الطرف الإيراني في الفترة الأخيرة يعني اعتمد التصعيد، يعني أشعل ساحات كانت نوعا ما هادئة في الإقليم، ثم يعني صوت البرلمان الإيراني على سلة من التدابير تسمح لهم بالخروج أو تفتح الباب للخروج من الالتزامات. بإيجاز لو سمحت، يعني اليوم النقاش يدور حول موضوع الاتفاق النووي الإيراني، ولكن هناك نقاط أخرى على سبيل المثال موضوع برامج صواريخ الباليستية الإيراني. هل سيكون هذا الملف حجر عثرة آخر بين الطرفين؟ هذا التحدي الأساس، لأن اليوم أي اتفاق لكي يدخل أو لكي يكون مقبولا من جميع الأطراف، أكانت الأطراف الإقليمية أو الأطراف الدولية،
لابد أن يأخذ بعين الاعتبار ويعالج مسألتين. أولا مسألة الصواريخ الباليستية الذي رأينا كيف تزعزع استقرار المنطقة، وثانيا ما يسمى أنشطة إيران في الإقليم، أي سياساتها في بلدان اليمن، العراق، سوريا، لبنان. لذلك وهذا بالإضافة طبعا إلى مدة الاتفاق النووي الذي لابد من إطالته لأنه ينتهي بعد عامين من الآن. شكرا لك مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر، كنت معنا من بيروت.